قبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعر المنون عباد الغفلي قبلك وقبلي السلام عليكم، مرحبا بكم جديد وفيديو جديد. نتمنى ربي يلقاكم باحسن الاحوال بصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف. بزاف الاخوات كيقولوا لي كيفاش كتحافظي على الوزن ديالك. هذا نهار غادي نكون انا معروضه فيه وغادي نوري لكم شنو كناكل وكيفاش كندير باش كنحافظ على الوزن ديالي، وهكا كناكل من كل شيء. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو، ما تنساونيش بلايك وتعليق زوين ان شاء الله يا ربي يعجبكم وتاخذوا منه على الاقل واحد الفكره اللي تفيدكم. اذا هنا بالنسبه للصباح، انا دائما كناخذ واحد القهوه الاولى بلا حتى شي حاجه اولا زوج قهاوي باش كنفيق مزيان. وبالنسبه للوجبه الاولى اللي غادي ناخذها هنايا غادي تكون وجبه يعني خفيفه. هنا اختاريت ناخذ لي غاليت هادو ديال الروز، هادو جداد غادي نوري لكم العلبه ديالهم. درت فوق منهم داك الكونفيتور اللي صايبته معاكم واحد المره ديال الكيوي، ما كيطيبش ولكن ساهل وزوين. قهوه مسوسه وحبه ديال التمر ديال المجهول. بالنسبه لهاد لي غاليت ديال الروز، كل وحده فيها 30 سعره حراريه، هما بزوج فيهم 60 سعره حراريه. بالنسبه لي غاليت هما هادو لقيتهم زوينين وعجبني حتى المذاق ديالهم، داك الكينوا والشيا، يعني شي حاجه زوينه بزاف. بالنسبه للكونفيتور ولا داك ماشي كونفيتور، انا سميتو كرو فيتور حيت كرو ما كونفي كيطيب، كرو ما كيطيبش يعني خضر. الكالوري فيه تقريبا 58 سعره حراريه. ما عنديش انا هنا كيويه كامله ولكن معليش، انا نفضل انني نزيد حسن ما ننقص. التمره 80 سعره حراريه، 100 غرام ديال التمر المجهول فيه 322 سعره حراريه، يعني قسمت جاتني 80 سعره حراريه. بالنسبه للفطور كيما شفتوا ما فيش حاجه كثيره. هنا بالنسبه للوجبه الثانيه ديالي، انا غادي نطيب سباغيتي وغادي نديرها يعني بصلصه ديال مطيشه. سباغيتي هنا بدقيق القمح الكامل كومبلي باش هكا تشدني، باش يعني ما عرفاش انا مابقاش غادي ناكل في هذا الحافل شنو غادي ناكل. من الاحسن نفضل انني ناكل شي حاجه لي كونسيستونت يعني اللي تشدني مزيان. درت سباغيتي كلشي كيعرف يسلقهم طبعا الحال، انا كنقسمها على زوج باش كتجيني سهله انا وولادي. وهنايا عندي الكفته ومطيشه. بالنسبه للتوابل ديال الكفته ومطيشه كاين الثومه، قزبره المعدنوس، الكمون، شويه ديال الابزار، التحميره، الملح طبعا الحال، وشويه ديال زيت الزيتون في الصلصه ديال المطيشه. انا هنا غادي نطيب الوجبه ليا الثانيه، من بعد جوج سوايع ونص غادي ناخذها مع الثلاثه د العشيه، وولادي غادي نخلي لهم عشاهم في الطباسل هكا غادي غير يسخنوا هما وباباهم. بالنسبه للسباغيتي كما قلت لكم هذه الوجبه اللي غادي تشدني وما فيهاش سعرات حراريه كثيره، يعني مادام اننا غادي ناكلوا لي بات كومبليت يعني من الاحسن ناخذوا العجائن ولا مقارونيه ولا بحال هكا تكون بدقيق القمح الكامل. لهنا انا كيما شفتوا درت التبصيل ديالي فوق الميزان وغادي نعبر 200 غرام. بالنسبه ل 200 غرام فيها 300 سعره حراريه، نتوما على حسب النوعيه ديال السباغيتي قراو دائما في العلبه وضربوا الحساب ديالكم. وبالنسبه للصلصه مطيشه والكفته البزار عارفين ما فيهاش يعني سعرات حراريه، الزيت وهذا المهم كلشي. الا بغينا نقولوا 100 غرام او لا عفوا 100 غرام ديال صلصة المطيشة والكفتة فيها 130 سعرة حرارية، يعني 200 غرام انايا خديت غادي تكون فيها 260 سعرة حرارية. كيما شفتوا يعني الوجبة الثانية 560 سعرة حرارية. بزاف اللي كيغلطوا كيقول لك ما ناكلوش لي بات لانهم غادي يغلضونا. كلشي كيغلط اولا كلشي كيزيد في الوزن، غير خصنا نعرفوا شنو ناخذوا والكميه اللي ناخذوها. يعني راه شحال ما كثرنا اكيد كيما بغات تكون، وخا حتى تكون لي بات كومبليت بحال هكا الا كثرت منهم راه غادي نزيد في الوزن. غير خصنا نعرفوا شنو ناكلو وفوقاش ناكلو ومع من ناكلو، هذا هو اللي خصي الواحد يفهمو. بزاف كيمشيو غالطين كيقول لك العجائن كتغلط، العجائن بالعكس راه كتشدكم
حيت انا ما عارفاش فوقاش غادي ناكلو، ما عارفاش شنو غادي ناكل. يعني من الاحسن فضلت اني يعني ما غاديش نمشي معروضه ونقول الناس لا ما ناكلش انا ريجيم، لا ناكل في داري داكشي اللي نقدر عليه، ولكن نحاول ما امكن نشوف شنو غادي ناكل، وهكا ملي نمشي عند الناس ناكل داكشي اللي غادي ناكلو، والغد ليه عاوتاك نحاولوا اننا نديرو اتونسيون على حساب شنو كلينا. الا كانت الوجبه ديال العراضه فيها يعني سعرات حراريه كثيره، نحاولوا ما امكن الغد ليه نديروا اتونسيون ونعرفوا شنو غادي ناكلو هكا باش ما نزيدوش في الوزن. هذه بالنسبه للوجبات ديالي كاملين، هنا كما شفتوا ما كاملش 800 سعره حراريه، يعني واخا حتى نغلقها كما كنقولوا ما غاديش نزيد في الوزن ان شاء الله. صافي هنايا اللبسه ديالي عاديه حيت عيد ميلاد، لبست غير سروال كحال تريكو الفوق بغيون، ودرت لافيس ديالي غادي ندير لي بوتين و صافي هادشي ما بقالي. بالنسبه للكادو اللي خديت لحنان، هو عيد ميلاد ديال حنان شانيل، الكادو خديت لها وخديت واحد الهديه صغيره لولدها اول مره غادي نشوفه، يعني ما تجينيش انني نشوفه بلا ما نعطي له شي حاجه. صافي المهم هنايا كما قلت لكم عيد ميلاد ديال حنان شانيل دارته وعرضات على بزاف ديال البنات المتتبعات ديالها وبعض اليوتيوبرز، كاين اللي غادي تجي كاين اللي ما غاديش تجي، كل وحده وظروفها. المهم يلاه وصلت، وكاينين البنات بزاف اللي جاوا هنايا، غادي يبداو دابا يغنيو هذيك لطيفه معنا اليوم الزوينه ديال لانيفيرسير. ميرسي بوكو ما بيش كونتونت لي اختك، ميرسي بوكو صافي بليزير لي اختك. احنا ولينا الاستيك فين هنايا سام ولدها عطيتو الكادو فرح به بزاف، حتى انا فرحت صراحه كنشوف وليدات فرحانين كنفرح بزاف، عزيز عليا الدراري الصغار الحمد لله. المهم بالنسبه ليا هي عطيتها الكادو ديالها. صافي المهم البنات تعرفت بزاف ديال البنات كاينين، ومنهم نوال، نوال بيوتي حتى هي عندها قناه، و زعما الصراحه شي انسانه طيبه وظريفه حتى هي راه من جهتي من وجده حتى هي. المهم قرابتها ولات وجده كيف كيف عارفين. المهم نتمنى ان شاء الله انكم تمشيو عندها نوال بيوتي وجده، غادي نخلي لكم الرابط في خانه الوصف، وان شاء الله تمشيو عندها وتعجبكم القناه. شكرا الله يخليك البنات، مرحبا بكم كلكم وبيصلي لكم ليكم كي كلكم كبيره. والصراحه تعرفت على هذه الانسانه هنا على طرف حنان شانيل، ولكن الله يعمر هذا، انسانه رائعه خلوقه الله لا يخطيها. وشكرا هذا النهار كبير فاش تلاقيت معها، الشرف ليا شكرا لك العظيم. يلا خليكم سامي او با دونسي وسي لا في لا 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 هنا وصل الوسط ديال الحفله جابوا لها الحلوه. بالنسبه للبلاصه هنايا زوينه، تلاقيت باخوات متتبعات تونسيات مغربيات وجزائريات، فرحت بزاف، اكثر الجزائريات كيره الصراحه فرحوا بيا بزاف بزاف، كنوجه لهم تحيه كنقول لهم الله يخطيكم شكرا لكم، وحق الله الا فرحوني اكثر من قالوا لي كنعرفوك وهذه، يعني صراحه واحد الشرف، شكرا لكم بزاف الله يخطيكم عليا. واش نقول لكم يعني ملي كتلاقاو بحال هكا بناس وكيشكروك وكيمدحوا فيك وهذا، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. شكرا لهم الاخوات الجزائريات، يعني راكم في القلب وكنبغيكم بزاف. حتى انا هنا حنان دارت واحد الطيحه عالميه. المهم هنا من بعد ما جابوا الكاطو هنا كاين واحد ليكرون كنختاروا لا بواسون. بالنسبه كيما شفتوا الحلوه هي هذه، انا ما عارفاش شحال فيها من الكالوري، ما عارفاش شنو فيها. المهم كانت هذه الوجبه ديالي الاخيره، تاسون راني عارفه راسي غادي ناكل شي حاجه اللي حلوه، خديتها خديت معها مشروب صافي، وكملنا الحفل ديالنا وغادي نخليكم مع البقيه. واش باش نشكي لك يا ماما وقالوا لي لا لا صغير وفي قلبي ماما حب نطير نطير الفوق حب تنقص طول جناحي ليك يا مجروح منك تعليم اسمحي حب Tito, 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 Tito.
شي مناسبة أخرى إن شاء الله يا ربي. نوال جارتي مكنتش عارفاها هي صافي دابا تبقاو غادي تبقاو تشوفونا ما غاتبقاوش تشوفونا حتى دايرها في سوق راسها وفي ولادها يعني راه واخا كنديروا اليوتيوب واخا راه كل وحده دايرتها في سوق ما عندناش الوقت وحدايا يعني جاري جيران وحنا كانوا واخا اليوتيوب هي ما كتعرفنا ولا كنعرفها جامي شتها حتى تشوفها صافي فرصه وكنت ابونيت عندك كنت شفتك في لاشين تاع حنان فوالا ابونيت عندك والله ما شفتك في الحومه شفتك في اليوتيوب شفتو انا شوف باش تشوفوني انا ساقره